كيف يكون هناك ربط بين الخروفة والدبلوماسية الثقافية أو القوى الناعمة أو حتى التسويق الأممي؟ أعتقد السؤال جداً محوري ومهم ومفاجئ مثل أحداث الخروف التي تعودنا عليها. فلنبدأ أولاً بفكرة الدبلوماسية الثقافية. في الدبلوماسية الثقافية، أحد أهم أذرعها وأدواتها والدعائم التي تقوم عليها هو فكرة التسويق الأممي. وفي التسويق الأممي هناك فكرة قائمة على معيارين أو خطين يسيران معاً بشكل متوازي. الفكرة الأولى أن علينا كأشخاص مهتمين بالدبلوماسية الثقافية كأفراد ومؤسسات وحكومات أن نعرف هويتنا الحقيقية. مستحيل أن تنجح دولة أو مؤسسة أو فرد في الدبلوماسية الثقافية أو القوة الناعمة دون أن يكون لديهم المعرفة الكاملة بشكل متوازن وسوي وحقيقي بهويتهم وتاريخهم وحضارتهم، من أين جئنا وإلى أين نذهب، ولما نأكل ما نأكل، ولما نرتدي ما نرتدي، ولما نتحدث اللغة واللهجة التي نتحدث بها، ومن أين جاءت عاداتنا وتقاليدنا. من هنا نعرف أن للخروف دور كبير أن يتم زراعة كل هذا في ذهن الطفل بطريقة لا واعية وجميلة وراقية، من اللغة المحكية واللهجة إلى ما يسمى بلغة الجسد والأم أو الجد أو الجدة، تروي للأحفاد هذه الحكاية. أنت تقدم جرعة مكثفة وتزرع في هذا الإنسان الذي سيشكل الجيل القادم لهذا الوطن كل ما يمكن أن يحمله الوطن من ترابه وإلى سماه. النقطة الثانية أو الخط الثاني في التسويق الأممي أو القوة الناعمة التابعة للدبلوماسية الثقافية بشكل ما، هي أننا نسوق هوياتنا وأنفسنا للعالم، وهذه النقطة خطيرة جدا وحساسة. كيف لك أن تسوق إن لم قلنا تعرف هويتك وحضارتك وتاريخك، لكن أيضا تعرف لغة الآخر وهوية الآخر وحضارة الآخر لتتمكن من الرؤية بعينه؟ أحيانا بعض الدول، بعض المنظمات تعرف هويتها الشخصية جدا وتعرف تاريخها، لكنها تجهل الآخر ولا تسمعه، لذلك حين يصل خطابها يصل مشوه أو ناقص أو غريب أو غير مفهوم، تجهله الأذن الأجنبية. وهنا أيضا تأتي فائدة الخروفة، لأننا حين نتكلم عن الخروف وحين نتحدث إلى الطفل بهذه الخروفة أو هذه القصة، فالطفل يتفاعل مع الحكاية ويحاول أن يخمن الحدث القادم للحكاية ويحاول معرفة نهاية الحكاية. مقدرة الطفل وتفكيره وتربيته وتدريبه على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق هو ما سيضمن مقدرته على التفكير وفهم الآخر مستقبلاً، بما يضمن بعودة هذه أو عمل هذين الخطين بشكل متوازي وسليم معا. بمعنى آخر، لو لم نكن اليوم وآباءنا جيل عاش وتربى على هذا النوع من الأدب المحكي واليوم المكتوب الخروفة، لم نكن بهذه القدرة على تقبل القفزات الكبيرة التي يتعرض لها وطننا بشكل رائد وجميل، تدرسه اليوم، تدرس تجربتنا الدول العظمى. فشكرا لقيادتنا الرشيدة، وشكرا لكل أم حكت لطفلها وحفيدها يوما ما خروفة قبل النوم، وشكرا لكل من يعمل جاهدا اليوم من الوسائل الإعلامية إلى المؤسسات المعنية والأفراد على الاهتمام بهذا النوع الهام جدا من الموروث الشعبي والتراث والآداب.